أسف. أبوي صبر سنين على فقدان أمه. ما جتش دلوك على نص ساعة أخرها لك على مشوارك. راجل لراجل. دلوك وقدامهم. ولا أبوي ولا أخوي ولا أي حد هيتدخل. أنا وأنت وبس. وهعلمك يا عساف لما تتكلم مع سيدك غفراني الغريب تتكلم كيف ولا واقف. ايه خفت ولا ايه؟ خفت لا يقولوا ضرب عيل صغير. لما تيجي نجرب ونشوف الراجل صاد العيل. هضربك ومحدش حيوقف جنبك لانك اتسحبت من لسانك اللي عايز قطعه وقلت محدش يتدخل وراجل لراجل. وانا قلت كلام محدش يتدخل. بس عايز اقول لك حاجه الاول. انا كنت فاكرك مش طالع لي وطالع لغفران. طلعت لا طالع لي ولا طالع له. لأن لا أنا ولا غفران فينا حد غبي. وانت غبي يا هاد. تعال. راجل لراجل يا ولد جليلة. مع السلامة غفران. خد بالك وانت سايق يا ولد عمي وما تنساش دعاء السفر.